الجيولوجيا علم الأرض وتهيئة الأرض ليحيى عليها خليفة الله الإنسان، وهي تجري في الفلك وتهطل الأمطار وتتفجر الأنهار ويغلي الجو فيبتسم البركان ويخرج طاقة ومأوى وزينة من ذهب وياقوت ومرجان. فالجيولوجيا حياتنا، حياتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم برنامجكم حياتنا جيولوجيا. اليوم نحن مع موعد مع الحجر الجيري، ذلك الحجر الذي وجد فيه الإنسان ليونة فنحت منه بيوته وقصوره ومعابده، بل نحت تماثيله، بل زين به بيوته عبر الحضارات المختلفة. ولعل الحضارة الفرعونية واحدة من الحضارات التي تحكي لنا تاريخ ذلك الحجر، أو أن هذا الحجر يحكي لنا تاريخ حضارة الفرعونية، بل لم يحكي لنا تاريخ الحضارة الفرعونية فقط، حتى الحضارة الإسلامية فشيد منه المسلمون مساجدهم وقلاعهم الحصينة، بل حتى اليوم نحن نبني قصورنا وبيوتنا من ذلك الحجر، إنه الحجر الجيري. انتشر الحجر الجيري في جمهورية مصر العربية بداية من إسنا جنوبا، وهو معروف لدينا بما يعرف بفترة الأيوسين. الحجر الجيري نشأ نشأة عضوية في عهد الأيوسين، وإن كان الحجر الجيري مهما بالنسبة لظهور الحضارات المختلفة، إلا أنه كان أهم بالنسبة للجيولوجيين، فمحتواه الأحفوري حكى لنا تاريخ الجيولوجيا وتاريخ نشأة الأرض. تميز الحجر الجيري بتعدد ألوانه، فمنه الأبيض والأصفر والبني والأحمر والوردي، واستخدم في تزيين جدران المباني الحديثة. كما أنه يوجد للحجر الجيري وليد آخر بعد عملية تحول تحت تأثير الضغط والحرارة فيما يسمى بالرخام، ويعد من أجمل أحجار الزينة المستخدمة. ربما استخدام الحجر الجيري في صناعة الأسمنت بنسبة أعلى من 76% جعلته أساس كل بناء. هناك مقولة تقول أن الحجر الجيري أساس كل بناء، واستقطعت منه كتلا فيما يسمى بالطوب الجيري، وذلك في محاجر المنيا. استخدم الحجر الجيري في صناعة كربونات الصوديوم المستخدمة في صناعة الزجاج والمنظفات، ويستخدم الحجر الجيري كمادة مساعدة في صناعة الحديد. استخدم الحجر الجيري أيضا في صناعة الصوف الصخري أو العازل الحراري، واستخدم أيضا في صناعة الجير، ويتم خلاله حرق الحجر الجيري فيما يسمى بعملية الكلسنة أو الجير الحي، الذي يستخدم في البناء وكساء المباني والضلاع، وأيضا في صناعة الزجاج والورق. ويدخل الحجر الجيري في صناعة الحشوات المعدنية وفي الصناعات البلاستيكية وأدوات السباكة والكهرباء، وتستخدم بودرة الحجر الجيري في صناعة المطاط والدهانات ومستحضرات التجميل والسيراميك، وأيضا يستخدم الحجر الجيري في الصناعات الغذائية. فبعد تنقيته من الرصاص والنحاس يستخدم كغذاء للطيور الداجنة.